بالتزامن مع مرور 43 عاماً على تأسيس الصرح الشامخ مستشفى الملك فيصل التخصصي للأبحاث، قام بتكريم دفعة أولى من المتطوعين والمتطوعات بتشريف معالي الدكتور ماجد الفياض والدعم لكل مشروع شبابي وطني في مبادرة اسمها نخدمكم من القلب. إيش هي هذه المبادرة وإيش هي أهدافها؟ نتحدث عنها أكثر مع الأستاذ خالد السيف، عضو لجنة إنشاء المكتب التطوعي بمستشفى الملك فيصل التخصصي. أهلا بك أستاذ خالد. أهلا فيكم أستاذ خالد. حدثني في البداية عن مبادرة من القلب أو نخدمكم من القلب، من فين جات؟ إيش الأسباب اللي خلاكم تطلقوا زي هذا النوع من المبادرة؟ طبعا العمل التطوعي مو غريب على يعني مجتمعنا السعودي، هي جزء من ثقافتنا اللي وحياتنا اللي نقوم فيها يوميا، مساعدة الآخرين. طبعا عندنا في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بدأت الفكرة مع افتتاح مركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد. صحيح. كان في عندنا حاجة هذه السنة الماضية في أبريل 2017، كان عندنا حاجة في مساعدة المرضى لإرشادهم المواقع عياداتهم الجديدة، النقاط الخدمة الجديدة، بين يعني انتقلت كذا كذا إدارة من مبنى إلى مبنى، فصاروا يعني يحتاجون أنهم مساعدتهم في إرشادهم. طبعا استخدمنا المتطوعين لإتمام هذه المهمة والحمد لله بدت يعني بنجاح كبير وبدعم الإدارات على رأسهم معالي الدكتور ماجد الفياض الرئيس التنفيذي للمستشفى الملك فيصل التخصصي وسعادة الدكتور راشد الحميد، بدعمهم رأت هذه الفكرة النور وبدأ العمل بشكل جدي على إنشاء مكتب تطوعي في مستشفى الملك فيصل التخصصي بشكل رسمي تحت قيادة الأستاذة حنان السيف، وتم يعني تدشين أول برنامج تطوعي اللي هو لقاء وتحية ميت أند جريت. جميل. طيب خالد، كمان الأشياء اللي أنتم مثلا تقدروا تفيدوا فيها، أول حاجة مين هم الفئات المستهدفة؟ هل هم المرضى فقط أم هل هم الزائرين كمان للمستشفى يعني الصحي، المراجعين بشكل عام، القطاع يعني الصحي بشكل عام، أو كيف بتقدروا تخدموهم غير أن أنتم مثلا ترشدوهم أنه هذه العيادة الفلانية، هنا الدكتور الفلاني، هناك المبنى الفلاني، كيف بتقدروا تقدموا لهم مساعدات؟ ممتاز. يعني احنا نستهدف في هذا البرنامج الزوار بشكل عام وبالاخص المرضى والمراجعين، بما ان المستشفى فيه مرافق كثيره وممكن يعني يتوه. انا يعني اول ما بديت في المستشفى هذا تحت جلست فتره طويله، تتكلم يعني مدينه الملك فيصل التخصص تضيع جوتها. صحيح. ف احنا نساعدهم من خلال يعني ارشادهم، إجابة على الأسئلة الشائعة اللي عندنا. تعرفين المرضى جايين من مختلف المناطق ومختلف الثقافات، فهذه يعني بدورهم يعني المتطوعين ساعدوا المرضى ومستمرين في مساعدتهم، وأحيانا برضو في الكراسي المتحركة يوفرون لهم كراسي متحركة ويتنقلون معهم من عيادة إلى عيادة أخرى. يعني بنعرف هذا التواصل الودي والحميمي ما بين المرضى والزائرين وهذه الفئة اللي تديك الطمأنينة جدا مهم. لكن خليني أسألك، لما نقول متطوعين ومتطوعات ويفتحوا مركز تطوعي معناه أنه في رسالة معينة حابين توصلوها، لو تقول لي إيش هي الرسالة اللي حابين توصلوها من خلال نخدمكم من القلب؟ طبعا في رسائل كثير، أهم رسالة هنا نبين اهتمامنا في تجربة المريض عندنا في المستشفى الملك فيصل التخصصي، مو بس على مستوى الخدمة الصحية المقدمة، على يعني على مستوى أكبر وتقديم جميع الخدمات اللي نقدمها من دخول المريض إلى المستشفى حتى خروجه، يعني نحاول نحسن من تجربتهم خلال هذا البرنامج. والحمد لله يعني البرنامج هذا كان فرصة أننا يعني نساهم فيها في تحسين التجربة للمريض. يعني خالد، أنا لفت نظري الشعار اللي أنت لابسه، القلب فولنتير، يعني باين المتطوعين، حلو شعاركم، بس أنتم كشباب يعني كيف استفدتوا من هذا البرنامج التطوعي؟
طبعا الفائدة يعني كانت بشكل أكبر هي يعني للجهتين، الفائدة للجميع، الفائدة للمريض بحيث أن احنا نوفر من وقته وجهده يعني المعرفة عن المستشفى وتقديم الخدمات لهم، والفائدة الأخرى من الجهة الثانية للمتطوع نفسه، يقدر يعني معنا من خلال برنامجنا يكتسب خبرات في التواصل مع الناس، والحمد لله يعني لقينا يعني ردود فعل. بس يعني المتطوع يعني هل بيكون مثلا المتفرغ عشان يقدر يعني يقضي كم من ساعة بيجي في المستشفى؟ يعني هذا يعتبر زي العمل يعني، بيقضي وقت طويل من وقته. يعني المتطوعين عندنا من جميع فئات المجتمع، صغار وكبار، طلاب، موظفين حتى، ومتقاعدين ما شاء الله، فيعني وجميع الأعمار حتى يعني من عمر 15 سنة فما فوق. فالحمد لله يعني لقينا. طيب أستاذ خالد، العمل التطوعي من المهام اللي الكل تقريبا بيقوم فيها سواء على القطاعات الخاصة أو حتى على القطاعات الحكومية، كيف إحنا نقدر نربط مبادرة نخدمكم من القلب ببرنامج جودة الحياة اللي الآن طبعا انطرح مؤخرا 2020، وأيضا ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030؟ طبعا مبادرة العمل التطوعي هي مبادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن أهم أهدافها الاستراتيجية هي من أهم أهداف الاستراتيجية هي زيادة عدد المتطوعين لخلق فرص. أكيد هذا يندرج تحت البرامج التطوعية اللي عندنا، لكن هم خلق من أهم أهداف الاستراتيجية هي خلق فرص للتطوع وزيادة عددهم إلى مليون متطوع إلى في 2030. طيب المتطوعين هذول كيف تقدروا تحافظوا عليهم، وإيش طريقة المكافآت اللي بتقدموها لهم حتى تحققوا هذه الاستمرارية وكمان توسعوا من الدائرة إلى ما أن نوصل 2030؟ طيب هو يعني أغلب المتطوعين هم جايين يقدمون خدمة إنسانية، صحيح، ويعني ما ينظرون للمقابل بشكل يعني بشكل مباشر، لكن إنما يكون في مقابل. هم إحنا نوفر لهم، إحنا من دورنا نوفر لهم بيئة عمل محترفة ومناسبة، ونوفر لهم يعني برامج تكون ممتعة، تطوير للذات، زي ما ذكرت سابقا مهارات الاتصال، بما أنه عندنا يعني عدد كبير من المراجعين يوميا من مختلف مناطق المملكة، وهذه ممكن تضاف إلى السيرة الذاتية بحيث أنها تساعدهم مستقبلا في إيجاد وظائف، ويقول أنه إحنا كنا متطوعين في جهة فلانية. صحيح، إحنا بدأنا مع وزارة العمل الآن على توثيق الساعات اللي يتطوعون فيها بحيث أنها تنحفظ في قاعدة بيانات لدى وزارة العمل، والحمد لله لسه قائمين، وإن شاء الله قريبا راح تتسجل لهم ساعات. أكيد. خالد خليني أسألك، أنتوا الآن في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وهي طبعا مستشفى كبيرة وغنية عن التعريف، لكن ما فكرتوا أنه تنتقلوا أو مثلا توسعوا مجال المبادرة دي بحيث أنها تكون برضو في مستشفيات أخرى؟ يعني إحنا عندنا برضو مدن طبية كبيرة وعظيمة سواء في الرياض أو حتى في مدن أخرى غير مدينة الرياض، ليش ما يكون في نوع هذا النوع من المبادرات في جميع المستشفيات؟ يعني تعرف إحنا مثلا في ناس مثلا بيجوا على المستشفى زي الحرس يكونوا جايين من برا الرياض، ما يعرفوا مثلا خلفيات ثقافات مختلفة، حتى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بيجوا ناس من الخليج وبيتعالجوا في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ليش ما المبادرة دي تنتشر في جميع المستشفيات؟ والله احنا نتمنى هذا الشيء، ومن ضمن يعني الرؤية للمكتب التطوعي اللي احنا في طور انشاء الان، اننا يعني نوفر متطوعين المؤسسات اخرى. يعني احنا في طور يعني انه نكون لنا قاعدة بيانات فيها متطوعين كثير في مختلف التخصصات، ومن ضمن الرؤية، لكن الان احنا في بداية المشوار، قاعد نستفيد من يعني من تجاربنا، وان شاء الله في المستقبل القريب ليش لا، بالعكس. طب خليني أسألك خالد، أنه المكتب التطوعي الآن بيقدم خدماته للمراجعين والزوار وأيضا المرضى الموجودين في مستشفى الملك فيصل، لكن هل في مثلا في الخطط المستقبلية إن شاء الله للمكتب أنه كمان تشمل هذه الخدمات خدمات المنزلية الصحية؟ طبعا يعني إحنا عندنا لجنة قائمة على العمل التطوعي، وراح تكون برضو لجنات للبرامج اللي راح نطرحها
بعد يعني انشاء المكتب بشكل كامل. من ضمنها راح يكون يعني ان شاء الله في مبادرات وبرامج في مختلف المجالات الصحيه. هي الخطط المستقبليه حقتكم ان شاء الله. ان شاء الله يعني الى الان عملكم بس مختصر انه في التوجيه والارشاد يعني، بس انا في زي ما بنعرف زي ما قالوا زميلاتي في ناس بيجوا من برة المستشفى من برة الرياض يتعالجوا، يعني في ناس ممكن يحتاجوا يمكن دعم معنوي زياده، بتكونوا يبغوا احد معاهم، يبغوا احد انه طب كلمنا عن الدكتور ده، طب قول لنا الله يخليك كيف سمعت بالضبط يعني كيف ده الدكتور زي كذا. هل بتدوهم اكثر من الارشادات انه فين ده المحل وفين دي العياده؟ صحيح، احنا يعني مو فقط ارشاد، احنا ما يعني لما يجينا المتطوع يجينا المريض عفوا ويحتاج مساعده، احنا ما نجبر نفسنا عليه بقد ما نبين له انه احنا هنا لمساعدتك. اهلك وبيتك. ايوه اهلك وبيتك بالضبط. فاحنا يعني المتطوعين قائمين على الاشياء هذه، بعضهم يقوم مع المريض الى العياده حقته ويجلس معاه طول فتره العلاج وينقل المناطق الخدمه الاخرى. يعني والحمد لله يعني المتطوعين اللي شاركوا معنا إلى الآن كانوا مثلا متفوقين دراسيا، حابين أنهم يخدمون، حابين أنهم يساعدون، والحمد لله النتائج كلها إيجابية. والله لازم يساعدوا يا خالد، المستشفى الواحد هو بصحته يروح يمشي فيها وبيضيع وبيتعب فيها تعبان يعني، لازم من جد أحد يدله لأنه أجسامها مرة كثيرة كمان، هذه نقطة جدا مهمة. صحيح. بس أنت يا خالد يعني أنت شخصيا يعني كمتطوع، أنت متطوع طبعا يعني مش لا أنا شغال في المستشفى. أنت شغال في المستشفى وفاتح هذا عضو في هذا المكتب التطوع، يعني أنت بتدي من وقتك كثير، يعني أنت عضو في لجنة إنشاء المكتب التطوع. صحيح. بتدي من وقتك كثير، يعني شخصيا أو نفسيا إيش الأثر اللي بيتركه على نفسك هذا الموضوع، يعني خصوصا إنك بتدي من وقتك، يعني بدل في ناس يقول لك أنا خلصت شغلي أبغى أروح البيت خلاص يعني، لا أنت متفرغ لهذا الموضوع وحابه يعني وشايل الشعار. انا عجبني موضوع الشعار لازم. طبعا السعاده يعني بالنسبه لنا احنا كموظفين في مستشفى لما نقدر نسعد الناس الثانيين، نقدر نسعد المرضى، نقدر نخدمهم، شعور السعاده الحقيقي يعني في خدمه الاخرين. ولما تشوف نتائج وتشوف المرضى، ردود فعل المرضى وردود فعل المتطوعين عن البرنامج، وهذا شيء بصراحه يعني يثلج الصدر ويعطينا دعم معنوي اننا نقدم اكثر واكثر. يعني حفله التكريم هذا اللي صار للدفعه الاولى، يعني نتكلم عن هي مو بس جهه متطوعه قد ما هي جهه انسانيه خلينا نسميها. إذا تعرف أو يخطر على بالك شخصية من الشخصيات اللي موجودين في هذا الفريق دائما تتذكروا بمواقفه بابتسامته، تحكي لنا شوية عن الموجودين. أكيد يعني عشان هنا من برنامج سيدتي يعني تحية خاصة. أكيد تحية خاصة للأستاذة حنان السيف، هي زي ما يقولون البروجكت اونر لهذا البرنامج التطوعي، هي اللي قادتنا صراحه انا والتيم اللي معي. احب احيي الاخ راشد البقعاوي القائم على الاشراف على المتطوعين بشكل يومي. حنان السيف اعطتنا دعم معنوي وقادتنا يعني نحقق اهدافنا في اقرب وقت يعني ممكن، من الدعم المعنوي، من الدعم يعني حتى الاحتواء. وتقريبا انا فهمتك يعني عارفه شو اللي تبغى توصله تحديدا، بس كمان مهم خالد انه الناس تعرف كيف تقدر تشارك معاكم في هذا العمل التطوعي الجميل. طبعا زي ما دائما بنقول انه الانسانيه والسعاده تلاقيها لما تسعد الاخرين. صح. وكيف ممكن الناس اللي حابه انه هي تتطوع وتكون مشتركه معاكم، فكيف تقدر تفيدهم او تنصحهم من خلال؟ طبعا اللي احنا اللي لديه رغبه في التطوع يتواصل معنا عبر البريد الالكتروني المخصص اللي هو volunteer@kfshrc.edu.sa، ويتم الرد عليه خلال 3 أيام عمل، ويتم تحديد بعدها موعد مقابلة معه بحيث يعني نتعرف على المتطوع ونعرفه على البرنامج بشكل مبسط. بعد ذلك يصير في برنامج تدريبي، نعطيه موعد على برنامج تدريبي. البرنامج التدريبي هذا يعطيه بعض المعلومات الهامة اللي يعني تفيده في وقت عمله في المستشفى، كأنظمة المستشفى عندنا،
كإرشادات للسلامة، إرشادات للوقاية من العدوى. يعني ما بتصدموه كذا دايركت لأنه هي هذا شغلك وكذا، لا بالعكس بتدربوه بتفهمون نقطة ضروري. بنقطة. حتى الوقت حق المبادرة حلو على فكرة، وقت المبادرة أنه لها أوقات معينة طبعاً، أنه الوقت الآن أنه المبادرة دي صارت الآن، الطلاب الجامعين خلاص على وشك أنهم يخلصوا جامعتهم، الطلاب المدرسين على وشك أنهم يخلصوا. اخترتوا التوقيت الصح، أهنيكم. يعني خير، قديش التكريم اللي طبعاً هذا تكريم الدفعة الأولى اللي حصل قبل يومين، قديش هذا التكريم يعني لكم أنتوا، قديكم دافعية للاستمرار؟ إحنا هذا يعني لنا دعم أنه استمروا استمروا، وهذا يعني هذا الدعم اللي إحنا حصلنا عليه، الدعم المعنوي، الدعم المادي، الدعم على يعني على جميع المستويات صراحة، ودعم برضو للمتطوعين نفسهم لما يشوفون إنه في تكريم، في يعني الشغل اللي قاموا فيه تحفيز لهم، وهذا فهذا يعطينا برضو يعني دفع للأمام. يعني هل في مجال إنه أحد يسجل في مثلاً فترة موسمية معينة؟ يعني مثلاً إحنا نعرف الآن داخلين على إجازات، في كثير ناس بيكونوا متفرغين، هل مثلا انتم بتقبلوا انه احد يدخل مده شهر شهرين ثلاثه بحيث انه هو يستفيد من وقته بطريقه ايجابيه؟ طبعا البرنامج اللي احنا اطلقناه لقاء وتحيه ميت اند جريت، احنا نستهدف جميع المتطوعين من سن 15 فما فوق، أي. جميع التخصصات في اي وقت هو يرغب في التطوع، في أي وقت هو يرغب فيه التطوع. يعني مش محكوم بالمدة؟ لا مو محكوم بالمدة، حنا نقدم شهادة للمتطوعين بعد إتمام 40 ساعة خلال 3 شهور. بعض المتطوعين يجون يقولون احنا ما نبغى شهادة، فأبغى أجي أجلس مثلا أسبوع، أبغى أجلس يوم، أبغى أجلس ساعة، احنا نستقبل جميع المتطوعين. يعني ما في أي شروط مثلا معينة، يا أنه أنتوا، لا أنه أنتوا بتلزموه ولا هم بيلزموك. بالضبط. يعني يا خالد سيف، شكرا لوجودك معنا، شكرا لوجود شخص لطيف زيك بيكون من المتطوعين، وكمان انت كمان ملهم وبتعطي كمان، بتكون قدوة للشباب انهم يدخلوا هذا المجال كمان، ويكون العمل التطوعي والانساني موجود في مجتمعنا. شكرا لوجودك. شكرا لكم. شكرا. شكرا. مشاهدينا حنطلع فاصل ونرجع نكمل اخر فقره من برنامج سيدتي لليوم.